وفي مشهد حزين بات مع الأسف متكررا، تودع من جديد إحدى القرى واحد من أبنائها الذي استشهد وهو يؤدي واجبه. مشهد الجنازات العسكرية والشعبية لأي من مجندي الشرطة أو ضباطها أو من ضباط ومجندي القوات المسلحة التي تتحول إلى مظاهرة في الغالب ضد القوى التي يحملها الشارع مسؤولية استهداف شهداء الواجب. النهاردة تم تشييع جنازة الملازم أول مازن إبراهيم محمد إبراهيم معاون مباحث مركز كفر الدوار بالبحيرة في جنازة عسكرية بعد صلاة العصر. تم تشييع جنازته في الإسكندرية. الملازم مازن كان قد استشهد في صباح اليوم الاثنين بعد تفقده الحالة الأمنية في دائرة مركز كفر الدوار. لاحظ توقف 3 سيارات وعدد من الأشخاص على جانب الطريق بصورة تدعو للشك والريبة. باقتراب القوة منهم للفحص قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاهها وهربوا بالسيارات. بدلتهم القوة إطلاق الأعيرة النارية، تمكنت من إصابة أحد المتهمين وضبطه، ويدعى علاء عبد الناصر أحمد حافظ بحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات. أعتقد أن احنا معانا صور لهذه الجنازة، لجنازة مرة تانية تحولت إلى مظاهرة. حتى تعود إلينا هذه الصور أو نجهز بها، دعوني أعود إلى الخبر الذي أذعناه قبل قليل، الخبر اللي أعتقد أن حضراتكم كلكم وصلكم، وهو خبر تأجيل الدراسة. أعتقد أن ربما في طالب ما بهل دلوقتي بيقول هي الدراسة تأجلت، لكن في المقابل هناك مدرس ما يتساءل إزاي هيقدر يوفي المنهج الدراسي في أسرة ربما تكون ارتبكت طريقة ترتيباتها الخاصة بالعمل والأجازة والسفر والبقاء في نفس هذه اللحظة. خبر بيهم كل الأسر المصرية. هنحاول نفهم مرة تانية ملابساته وليه وإيه لا يحصل في خلال هذه الفترة. ومعي الأستاذ أحمد حلمي المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. يعني أنا مش محتاجة أسأل عن ملابسات صدور القرار، مفهوم إن كان في قدر ما من العنف يحتاج إلى الضبط، لكن السؤال بعد التأجيل إيه اللي هيحصل؟ هو حضرتك القرار ناتج عن اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم. الاجتماع كان النهاردة في مقر الورع من الوزارة. المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتطرح عليه كل القضايا الخاصة بالتعليم بما فيها الخريطة الزمنية واحتياجات التعليم، وبيبقى فيه أبعاد كتيرة من ضمنها الأبعاد الاجتماعية. لما حصل أن الجامعات أجلت الدراسة أو مددت الأجازة ليوم 22 فبراير، فأصبح الوقت الأسرة المصرية عندها طلبة تبع الجامعة 22 فبراير وطلبة تبع المدرسة 8 فبراير، أصبح في رغبات من أولياء الأمور أن المسألة تتوحد كنوع من جمع شمل الأسرة، وده انطرح النهاردة على مائدة الاجتماع وانتهى إلى الاستجابة لهذا البعد الاجتماعي وطلبات أولياء الأمور، وتقرر ان اجازه نص السنه تمتد من 8 فبراير الى. طب يعني استاذ احمد، يعني انا ممكن افهم البعد الاجتماعي اللي حضرتك بتقوله باعتباري زي كل المصريين عندي اولاد، لكن الحقيقه اللي ما اقدرش افهمه فكره ان في العاده احنا كاسر بنوفق جدولنا على اساس الاحتياجات التعليميه، مش العكس، مش الاحتياجات التعليميه هي اللي بتوفق جدولها على اساس رغبات اولياء الامور في ما يشبه ما يطلبه اولياء الامور. هل مساله تخفيف المناهج اللي تمت الإشارة إليها في البيان الصادر النهاردة عن المجلس الأعلى للتعليم ومسألة عدم ضغطها ومسألة عدم مد الامتحانات على حساب مين هذا التأجيل؟ اللي أنا عاوز أضيفه لحضرتك إن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بيضم مجموعة من خبراء التعليم ومن ناس عندهم يعني قدرة كويسة قوي على إدارة المنظومة التعليمية، فالأمر بيبقى تشاوري، القضايا بتبقى تشاورية وبينتهي إلى قرارات منظمة بيتراعى فيها أبعاد كتيرة جدا، أبعاد فنية أو أبعاد اجتماعية أو خلاف. اللي أنا عاوز أقوله لحضرتك أيضا إن مسألة تخفيف المناهج هو قصد منها إن مش هيحصل ضغط في المقررات، يعني المقرر الدراسي هينتهي كما هو. العبرة عندي بإن التلميذ لن يضر بيه هينتهي كما هو، يعني مش هيكون في حذف منه؟ فندم؟ مش هيكون في حذف من المنهج؟ لا مفيش حذف. يعني المنهج اللي كان مقسم على مثلا 32 اسبوع هيبقى مقسم على 30 اسبوع ومش هيبقى في حذف منه؟ لو سمعت حضرتك
المطلوب بتخفيف المنهج ما هوش الحذف ابدا. امال ايه يا فندم؟ المنهج زي ما هو، انما تخفيف المنهج يعني مثلا انا عندي في مجموعه تدريبات عمليه مثلا المفروض ان انا مثلا ادي 10 مسائل، فممكن او يبقوا 8 يبقوا 6، ده مش معناه حذف، انما بلمس كل الموضوعات بس بشكل مكثف. يعني ما تؤكده حضرتك ان الطالب مش هينضر وان العمليه التعليميه ستبقى زي ما هي. اهم شيء ان الطالب في الاخر المعيار انه لن يمتحن الا فيما تم تدريسه. جميل، شكرا. انا بحب اوصلها لاولادي. جميل، شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ احمد حلمي المستشار الاعلامي لوزاره التعليم. وتنضم الينا في نفس هذا الموضوع دكتوره ميسه فاضل رئيس قطاع التعليم العام بالوزاره. دكتوره ميسه اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا لو حضرتك سمعتينا الاستاذ احمد حلمي مستشار بالظبط. سمعت تقريبا. طيب يا فندم، انا بسال عن الفكره دي، فكره مفهوم تخفيف المناهج. هو قال ان الطالب يعني بدل ما اخد 10 مسائل تدريب على مثلا الباب الواحد هاخد 8. طبعا حضرتك الخبيره وحضرتك الاقدر على تقييم هذه المساله، لو هي المساله يعني ده هيبقى على حساب العمليه التعليميه، هل كان في اسباب تانية لصدور هذا القرار بخلاف الاسباب الاجتماعيه اللي اشار اليها الاستاذ احمد؟ هل في اسباب امنيه مثلا؟ هي اسباب اجتماعيه وللم شمل الاسره فعلا، لان جات لنا طلبات كتير من اسر كتير انه احنا عايزين الاجازه تبقى الولاد فيها كلها مع بعض وكده، دي حقيقه. اما بالنسبه للمنهج، اهم ما يهمنا انه لن يتم ضغطه. اولا مش هيبقى في ضغط على الطلاب ولا ضغط المنهج في وقت معين، وبنأكد على ان الامتحان لن يكون الا فيما تم تدريسه بالفعل. طيب سؤال من طالب خبيث يا دكتوره، سؤال من طالب خبيث، اذا كنتوا تقدروا تضغطوا المنهج واذا كان بيكفي 8 مسائل مش 10، طب انتوا ليه بتوجعوا دماغنا كل سنه وبتخلونا نحل 10؟ وليه يعني اذا كان المساله تحتمل ده ومش هيبقى على حساب العمليه التعليميه؟ لا لا لا، احنا ان في ظروف دلوقتي، في ظرف دلوقتي او في سبب. انما احنا لما عملنا الـ 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 الخريطه الزمنيه ما كانش فيه انه التعليم العالي هيبقى اجازه شهر واحنا هنبقى بالمثل يعني. لكن احنا مش حكايه تدريبات بس، لا، الموضوعات نفسها، ذات نفسها الموضوعات مش هيتم ضغطها بالشكل اللي حضرتك بتقولي، لكن ممكن يبقى في ازاله لبعض الاجزاء اللي لم تدرس اللي هي فيها حشو او تكرار، وده فعلا احنا بنقوم بيه حاليا حتى في مناهج 14 15 ان شاء الله ده هيتم عموما. لكن انا بتكلم على الترم ده انه احنا مش هنضغط، يعني ما ينفعش نضغط ابدا. ولكن اهم حاجه ان انا مش هجيب امتحان ولا مواصفات ورقه امتحانيه الا فيما تم تدريسه بالفعل لاولادنا. طيب يعني انا هكتفي بهذا الكلام فيما يتعلق بالخبر المتعلق بفكره مد العام الدراسي. في ناس اكيد بتتفرج دلوقتي، طب انت زعلانه ليه ما تخلي العام الدراسي يمتد، حد يكره الاجازه؟ لكن السؤال اللي هيفضل مطروح واللي احب ان حضرتك تشرفينا ونبقى في حلقه نقاش موسعه حواليه هي فكره التطوير. هل المساله هي استجابه لرغبات اولياء الامور؟ طب انا ممكن استجيب لرغبه الطلبه واجيب لهم امتحان؟ لا لا، وليس لا، الاستجابه اذا كانت في المصلحه العامه، مش اي استجابه. ما هو اولياء الامور ممكن يبقى فيه تطلبات غير منطقيه، يعني كل واحد بحاله شخصيه مثلا ممكن يعممها على الكل وده ما ينفعش. انما دي حاله تعتبر عامه، يعني تعتبر عامه، مش حاله شخصيه ولا حاله فرديه. فاذا كانت المطالب الناس في الصالح العام فما فيش مانع ابدا ان الوزاره تستجيب بيها، خاصه انه ده تم اتخاذه بعد اجتماع المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعه. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتوره ميسه فاضل رئيس قطاع التعليم العام بوزاره التربيه والتعليم، معلقه على خبر مد اجازه نصف العام. والى خبر اخر متعلق بمشروع كان قد اعلن عنه من خلال فنان يحاول ان يلعب دورا اجتماعيا، هو الفنان محمد صبحي، يحاول ان يوظف شهرته في مبادره مشكوره منه في أنه هو يعمل مبادرة من أجل العشوائيات. هذا المشروع اللي طال الحديث عنه بدأ يأخذ فعلا خطوات عملية على الأرض. النهاردة تفقد هو والمحافظ محافظ القاهرة رئيس ومحمد صبحي اللي هو بوصفه هنا رئيس مجلس أمناء مؤسسة معا، تفقدوا مدينة السلام لمعاينة الأرض التي سيقام عليها مشروع تطوير العشوائيات. المشروع طبعا هيخصص له 62 فدان يضم وحدات سكنية ما بين 60 إلى 80 متر، مدرسة، مستشفى، مصنع وورش للصناعات الصغيرة ومحال تجارية. كاميرا مصر في يوم صحبت المحافظ والفنان في هذه الجولة ونقلت لنا جانبا منها. شاهد. احنا بنشتغل او مؤسسة معا بتشتغل على العشوائيات الغير
آمنة. وهذه المدينة اللي هتشوفوها قوامها 5300 وحدة، وبها كل الخدمات اللي كان بيعاني منها في حكومات سابقة. المواطن لما يتاخد يتحط في مكان بعيد في الصحراء ما فيش أي خدمات، فكان بيبيع الشقة بتاعته ويرجع تاني للعشوائيات. احنا بنقدم نموذج مع محافظة القاهرة، نموذج حقيقي يقدم للدولة لعلاج مشكلة العشوائيات نهائيا. هذا المشروع الخيري مشروع حيقوي مجموعة كبيرة جدا من سكان مصر المهمشين اللي هم لا مأوى له. احنا كمحافظة القاهرة سعداء ان احنا نكون جزء من هذا المشروع. بنتكلم على ارض خصصتها محافظة القاهرة، 60 فدان من محافظة القاهرة للمشروع في منطقة السلام هنا، وهينشأ عليها 5300 وحدة سكنية وخدماتها الأخرى زي المدارس والمسارح والمراكز التجارية. نحو 40 عاما ولا يزال حضورها آسرا، لا تزال تحتكر اللقب الست بالألف واللام، لا يزال هذا اللقب يشير إليها وحدها، لا تزال الأجيال الجديدة تتمرد على صوتها ثم تدخل إلى بيت طاعة الطرب في صوتها وأغنياتها التي وإن انتمت لزمن قديم فإنها قادرة على أن تحملنا بعيدا. 40 عاما كل مطرب أو مطربة تدخل إلى الساحة تحاول أن تحصل على شهادة الجودة مختومة بأدائها لأغنيات صاحبة الصوت. في ذكراها 39 نحتفي بها وندلل أنفسنا بالاستماع إلى صوتها. للشاهد منذ 39 عاما رحلت سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق كما أطلق عليها في أنحاء الوطن العربي كافة. أم كلثوم المطربة التي تحولت إلى حالة مصرية متكاملة، عبرت بصوتها عن مصر في انتصاراتها وانكساراتها وثوراتها. صوتها العذب جعلها ملكة الغناء الأصيل وأروع صوت في تاريخ الأغنية المصرية، بل في الأغنية العربية أيضا. هي فاطمة إبراهيم السيد. مشوارها في الغناء بدأ في أوائل القرن الماضي، حيث كانت تنشد مع والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي في المكان الذي نشأت فيه في محافظة الدقهلية. وعندما جاءت إلى القاهرة تبنى موهبتها الشيخ أبو العلا محمد الذي كان من أبرز الملحنين في هذا الوقت. أما للهوى نهي عليك ولا أمر. تألقت كوكب الشرق مع بداية حقبة الأربعينيات، ولم يكن صوتها وحده هو صاحب هذا التألق، بل كانت تتمتع بذكاء جعلها تتعاون مع أبرز وأعظم الملحنين والشعراء في هذا الوقت. فقد غنت لرواد الموسيقى كالموسيقار محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي. أبت السينما المصرية أن تترك هذه الموهبة العظيمة، لكنها شاركت بعدد محدود من الأفلام المصرية. وتخلي ظلام الليل بعيون الحبايب غني وخد عيناي.
بعد نكسة 67 طافت أم كلثوم في العالم وقدمت الأموال للجيش المصري، وقدر لها أن تعيش حتى ترى نصر أكتوبر في 73. وليكن ليلنا 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 طويلا طويلا. كانت أم كلثوم ولا تزال علامة فارقة في التاريخ الحديث، استطاعت أن تؤثر في شعوب العالم بما قدمته للغناء العربي، ورغم مرور السنوات يظل صوتها داخل كل بيت مصري، صوتها الذي يسير دائما عبر الأجيال. إن العيوب من رؤياك ما ينحسبش ما ينحسبش من عمر. إيمان الحويزي، قناة دريم. هل يمكن بضغطة زرار أن تجد نفسك وقد تحولت إلى مجرم ومطلوب أمام جهات قضائية؟ هل يمكن لريتويت مثلاً أو شير أن يلقي بك خلف الأسوار وتحتاج إلى أن توكل محامي للدفاع عنك؟ ماذا تعرف عن الجرائم الإلكترونية؟ إن كنت مثلي لا تعرف الكثير، انتظرني بعد هذه الوقفة القصيرة مع ضيفي سيادة المستشار محمد الألفي، رئيس الاستئناف ورئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، حتى لا تتورط وحتى لا تتورط في أن تصبح مجنيا عليك أو تكون ضحية لإحدى هذه الجرائم الإلكترونية. أعود إليكم بعد قليل.